فهمنا في الفكره هذه باللي كانت الفكره ان نظموا اون سول رونكونتر ان بو فورمال ولات موضوع كبير ولات اون سيري ان شاء الله نكملوها سنان اليوم هي بدو الحكايه ان شاء الله الحكايه تتواصل وتدوم الفائده انه نتقارب لانه كيما القناعه بين لا تيوج ولا تي سي بي انه الافكار ما تقارب بين القطاع العام والقطاع الخاص عن سارتان نيفو سارتانمون انتوما زاد ضيوفنا اليوم باش تكتشفوا انه فما برشا ما يجمعكم كوسوسوا انتوما بوبليك ولا بريفي مع الطرف الاخر لذلك علاش اليوم كيما قلت اول لقاء ان شاء الله نواصلوه في لقاءات اخرى ان شاء الله الفائده تحصل لكم انتوما وتتعرفوا ويبدا نبداو نحطوا لي باز دان فري ديالوغ انتر لي دو لي دو بارتي بونونت في الديالوغ هذاك مرحبا بكم مرة أخرى ومرة أخرى نجدد شكري للإنيسياتيف تاع لاتوج اللي هي بدرت بها إن شاء الله نواصلوا في الكوبيراسيون بين الدوز أسوسياسيون على أونتيغ إن شاء الله.